لما اجي اقول لك النهارده انت في، طب ماشي، انا قلت في 500,000 وهو قال لي لا ده 750,000 ويعني بينكد عليا اكتر، ماشي وما يجراش حاجه. طب انتوا بقى كام في مصر؟ كام مننا في مصر في المستوى الثالث ده؟ قول يا دكتور. احنا فنم التعيد حاليا، لا 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 حاضر، هقول ثلاث مستويات. ايوه احنا التعيد حاليا احنا عندنا حوالي من 150 ل 180 الف شاب وشابه بيشتغلوا في مجال التعهيد. 60% في المستوى الاول، 25% في المستوى الثاني، و 15% في المستوى الثالث الاكثر يعني قيمه. احنا بنستهدف لان احنا الموارد ده، خليني بس نحول الارقام دي لعدد. العدد كله اجمالي كام؟ العدد 150,000. الصادرات 3.7 من 10. استنى بس استنى، انا مش بتكلم، شوفوا احنا بنتكلم في ايه. بقول لكم في دوله ثانيه عددها، عدد سكانها اقل من عدد صابع ايديا الاثنين، يعني 6-7 كده مليون. مش عايز ازود اكتر من كده عشان كلام ما يبقاش ملوش لازمه. الدوله دي فيها 700,000 بني ادم في المستوى الثالث، انت دوله فيها 105 مليون، في الثلاث مستويات معاك 120,000، 150,000، 200,000، ولا حاجه. انت قاعد بتشتغل تعمل ايه؟ قاعد بتشتغل بتجيب كام؟ ما انت لما هتجيب كتير هتصرف على نفسك وعلى اسرتك، ويبقى عندك عربيه تشتريها وعندك يعني ناس تخدمك، ما انت غني. لكن لما انت تكون بتشتغل ودخلك بسيط يا دوبك عايز تاكل، انتوا فاهمين الفكره ولا؟ تمام. يبقى انا النهارده كانسان مصري، انا كانسان مش رئيس مصر، كانسان مصري ما بقاش معذب ان انا الاقي عندي 105 مليون اطلع من كل مليون الف، من كل ايه؟ وانا عندي 65% من سكان مصر شباب وشابات. اللي عليا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من كرمه عليا، بعمل اللي ما حدش يفكر فيه، ولا انا غلطان هاني؟ صح يا فندم. لا صحيح، صحيح يا فندم. اللي ما حدش يفكر فيه كمسؤول في الدوله، لو كنت مشيت على المسار العادي اللي كان قبل كده في قبل 2018 ولا اعمل الكلام ده خالص، هجيبه منين؟ اصرف عليه اجيبه منين؟ مليارات الدولارات دي اجيبها منين؟ وبعدين هتطلع امتى العوائد بتاعتها؟ فاحنا بنعمل ده، كتير من الناس يقول لك ده يمكن ملوش لازمه. هو انتوا ما يعني مش عايزونا نحلم لبلدنا انها تاخد مكان يليق بيها ويبقى فيها امكانيات لنمو حقيقي؟ في دور انا اعمله وفي دور احنا هنعمله. والله العظيم بدون مبالغه الدور اللي انا بعمله هو يعني عشان كده دايما اقول ربنا ربنا، لانه ربنا شرفني وعزني واكرمني ودايما بيرضيني بالكلام اللي احنا بنفكر فيه وبعدين يساعدنا ان احنا نعمله.